لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تقصف إسرائيل في العمق. حزب الله قد يقوم بهجوم معاكس على الجليل، قد يجتاح الجليل، قد تستمر إلى أيلول ما بعد أيلول. كل الحسابات الميدانية متخذة، وبالتالي هذه المساندة التي قام بها حزب الله أربكت العدو. المقاومة لا طائفة ولا لون لها، هي مقاومة لبنانية، هناك مقاومة شيعية، هناك مقاومة سنية، العدو واحد هو العدو الإسرائيلي. الموقف الأمريكي ليس كما كان بعد عملية 7 أكتوبر عند إعادة تنسيق بين فتح وحماس بعد خلافات بين الطرفين، ربما تكون هناك قوات عربية ومن الأمم المتحدة، لكن لا يجب أن يتم التنسيق مع إسرائيل. الأيام الآتية صعبة، العملية تتنامى. هاموس أوكشتاين يقول لبعض المسؤولين اللبنانيين بأنه لا ضوء أخضر أمريكي للحرب. حتى الآن الأوروبيين لا يريدون عودة النازحين إلى ديارهم خوفا من أن يأتوا إليهم. لقد حشر المفوضية الأوروبية في هذه المسألة. من الطبيعي لن يأتي رئيس للجمهورية في لبنان بمعزل عن إيران. الصحافة وجد العريضة، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان أون. أهلا فيك بالمشاهدين والمستمعين الكرام. شكرا. يعني بالبداية بدي بلش بالتصعيد اللي عم يصير بعمليات حزب الله والبيانات اللي عم يعلن عنها اليوم. كيف نقرأ هذا التصعيد من خلال هذه البيانات والعمليات النوعية اللي عم ينفذها حزب الله على مواقع العدو الإسرائيلي؟ لا شك أن البعض يشير إلى الدمار في الجنوب وإلى الشهداء الذين يسقطون من المقاومة، لكن بصراحة متناهية، لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تقصف إسرائيل في العمق، بحيفا، بعكا، بصفر، بتل أبيب، ناهيك إلى العمليات النوعية لحزب الله، وصولا إلى الأضرار الجسيمة في البنية العسكرية لإسرائيل بعد تعرض ثكن عسكرية لقصف مركز من حزب الله. أضف إلى الحرائق التي اشتعلت في كل المستعمرات. حزب الله بدأ يستعمل سلاح نوعي ولم يستعمل بعد كافة قوته القتالية، جزء منها يستعمل حاليا، والعدو الإسرائيلي يتعرض لخسائر كبيرة لا يفصح عنها، فيما حزب الله يقول الأمور كما هي بالنسبة لشهدائه، لا يخفي سقوط شهدائه، يعلنها بشكل واضح، ينعي الشهداء بشكل واضح، وهذه تسجل له. إضافة إلى أن هذا السلاح النوعي الذي يستعمله العدو الإسرائيلي ويفاخر به، في المقابل هناك سلاح نوعي لحزب الله بدأ يستعمل في المعركة. بالليلة الماضية شهدنا غارات عنيفة وكثيفة على مناطق البقاع. شو الرسائل بده يوجهها الإسرائيلي من خلال هذه الغارات؟ هي محاولة إرباك بيئة حزب الله والقول أن إسرائيل قادرة أن تقصف كل المناطق، وتحديدا بعلبك لما لها من رمزية وحضور كثيف للبنية العسكرية والسكانية لحزب الله وكل ما يتعلق بذلك بصلة. إنما هذا يأتي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية. إسرائيل قد تقصف مطار بيروت، قد تقصف المرفأ، تقصف أي منشأة مدنية وحيوية. هذا تاريخ إسرائيل العنصري الاستيطاني. لكن والبعض يتحدث عبر تقارير من هنا وهناك بأن إسرائيل حذرت المجتمع الدولي وتحديدا الأمريكيين بأنها ستقوم بعملية اجتياح حتى الليطاني. ذلك يأتي في إطار التهويل. حزب الله قد يقوم بهجوم معاكس على الجليل، قد يجتاح الجليل، وتدرك إسرائيل سلفا بأن القوة الضاربة هي عند حزب الله، الورقة الرابحة في كل المعارك هي حزب الله، وبالتالي الوصول إلى الليطاني أو أي عملية برية تقوم بها إسرائيل لم تكون مجرد نزهة، ستكبد بخسائر فادحة. لذلك اللعبة ميدانيا، وإن كنت غير خبير ميداني إنما من خلال القراءة السياسية كل الاحتمالات واردة. يعني اليوم الآية انعكست؟ طبيعي، هناك يعني هناك أكيد هناك خسائر. رئيس مجلس الجنوب المهندس الأستاذ هاشم حيدر قال بوضوح وعرض خارطة للخسائر والأضرار الجسيمة في كل قرى وبلدات الجنوب، وتحدث عن دعم النازحين في العمق الجنوبي ومناطق أخرى، بأن مجلس الجنوب يقوم بدوره على أكمل وجه، ونقل بأن رئيس مجلس النواب نبي بري مستعد ليزور العالم بأسره من أجل إعادة أعمار الجنوب. وبالتالي حزب الله لم يتخلى يوما عن إعادة أعمار الجنوب ومساعدة أهل الجنوب. في شيء لافت كان بخطاب السيد نصر الله الأخير، لأنه
يعني قال للإسرائيلي نحن إذا ضليت هيك لأيلول هذا شيء حيكون ضغط عليك، يمكن بيسيء الضغط على الإسرائيلي بأنه المستوطنين مش حيسكتوا، في بداية عام دراسة بفلسطين. هل هذا شيء وارد أنه تستمر الحرب إلى حينها؟ هو يستعمل العامل النفسي الذي يزعج الإسرائيليين ويحرضهم على قياداتهم، وخصوصا لا ننسى هناك أكثر من 80,000 مستوطن من نهرية إلى المطلة وكل المستوطنات مهجرين، صحيح. مهجرين في الفنادق الإسرائيلية، وأولئك يشكلون عملية ضغط على حكومة نتنياهو أو ما يسمى بحكومة حرب العدو. لذلك هذا الضغط يشكل حالة مهمة. من هنا السيد حسن نصر الله يستعمل هذا الأسلوب وهو حق مكتسب له، وبالتالي نعم قد تستمر إلى أيلول ما بعد أيلول. كل ذلك مرتبط باللحظة الدولية الإقليمية المؤاتية للهدنة أو لوقف الحرب والشروع في مفاوضات. إنما بالمحصلة حزب الله لن يخسر مهما كانت النتائج، إن دمرت هذه القرية أو هذه البلدة وتلك أو هذه المدينة وسواها أو سقط شهداء، بالنهاية سيأتي الأمريكي والأوروبي من أجل المفاوضة، وحزب الله أوراقه على الطاولة ولن يتنازل عن أي شروط، وخصوصا انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية واستعادة كامل الحقوق. اليوم في عالم بتقول إنه حزب الله ما حقق على صورة نصر، يعني حتى بلبنان هذا الحكي عم نسمعه، عم نسمع إنه حزب الله اللي عم يعمل عبثة. بالمقابل حتى يعني هذه اللغة لم تعد تنفع. إسرائيل دولة عدوة وهي تقصف الأبرياء منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي. هي قامت باجتياح لبنان ودمرت قرى وبلدات كثيرة، هي قامت بمجازر بانتهاكات من نكبة فلسطين إلى كل مجازر للهجانة لكل رؤساء وزراء العدو ووزراء الدفاع، ولا ننسى مجازر شارون في صبرا وشتيلة. ما قامت به إسرائيل يندى له الجبين، وبالتالي ليس جريرا أن تقصف في الجنوب وأي منطقة في لبنان. أما أن يتحدث البعض ويقول أن هذه العمليات العسكرية مدانة، فذلك لا ينمو عن أي وطنية في ظل هذه الظروف. بصلة هناك عدو على حدودنا الشمالية، وهناك بلدات أو مناطق لا زالت محتلة، وإسرائيل وقبل العمليات العسكرية أو قبل عملية 7 أكتوبر هناك آلاف آلاف الخروقات الجوية والبرية والبحرية، وهي موجودة ومؤرشفة وبرسم كل الذين يتحدثون بهذا الأسلوب. أيضا السيد نصر الله بخطابه الأخير جدد تأكيده على أنه توقف الحرب بغزة توقف بلبنان، ولكن يعني في نظرية العالم متخوفة منها، اللي هي بركي وقفت الحرب بغزة ولكن استمر العدو الإسرائيلي بعدوان على لبنان. عندها يستمر حزب الله في الدفاع عن قرى وبلدات الجنوب وأي منطقة بلبنان. هناك مسلمة وثابتة عند حزب الله، وهذا ما أؤكد عليه، أن حزب الله لن يوقف العمليات العسكرية ومواجهة العدو الإسرائيلي طالما إسرائيل تقوم بعملياتها في غزة. طالما الحرب مستمرة على غزة فإن حزب الله سيبقى يواجه إسرائيل. ولكن هذا الشيء مش ممكن يفضل إسرائيل مثلا للبنان يبطل على ضغط بالداخل الفلسطيني؟ أكيد كل الحسابات الميدانية متخذة، وبالتالي هذه المساندة التي قام بها حزب الله أربكت العدو، لأنه يدرك أن الخطر عليه من الحدود الشمالية شكلت له إرباكا كبير، بدليل تهجير أهالي المستوطنات والضغط. لا ننسى أن العالم كله بأسره يتحرك، لا ننسى أهالي المستوطنات يتظاهرون أمام منازل المسؤولين الإسرائيليين وفي طلعتهم نتنياهو، لا ننسى أن هناك مظاهرات تسجل المرة الأولى في كبريات جامعات العالم من كولومبيا لهارفرد للسوربون كاليفورنيا سائر جامعات العالم. هذه ظاهرة ملفتة. هذه اليوم الجبهة الجنوبية أستاذ واجدي ليست فقط حزب الله، بل هناك العديد من التيارات والحركات التي تساند حزب الله بمواجهة العدو الإسرائيلي على الحدود، أبرزها يمكن قوات الفجر وحركة أمل. قوات الفجر إلى رمزية معينة كما تابع على الجماعة الإسلامية، وحركة أمل سقط منه شهداء، نعم عدد كبير من الشهداء. نعم. اليوم شو الدور السنة بهذه المعركة؟ أنا باعتقادي وبطبيعة الحال المقاومة لا طائفة ولا لون لها، هي مقاومة لبنانية إن كانت مقاومة وطنية إسلامية من كل الطوائف. طالما حزب الله يواجه إسرائيل فهذه مسألة مهمة، طالما إسرائيل أعاد تحرير لبنان، طالما حزب الله أعاد تحرير لبنان، طالما حركة أمل، طالما أي فصيل وتنظيم عسكري
من الطبيعي أن قوات الفجر سقط منها شهداء وهي تقاوم، وهي تقاوم إسرائيل، وهو حق مكتسب لكل مواطن لبناني أن يواجه العدو الإسرائيلي. هل السعودية راضية على ما تقوم به الجماعة الإسلامية في لبنان؟ لا 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 تتدخل فعلا، يعني معطيات لا تتدخل في هذه المسألة على الإطلاق، ولم يصدر أي بيان سعودي حتى الآن، لم نلمس أن هناك أي موقف سعودي حيال كل ما يحصل، أكان من خلال مواجهة حزب الله، لا بل هناك موقف سعودي أكد على رفض التطبيع بأي صورة مع إسرائيل طالما الحرب مستمرة على غزة، وطالما ليس هناك من حل أي حل الدولتين. وهذه الضغوطات بدأت تمارس من قبل مصر، من قبل السعودية، من قبل الأردن، دول خليجية، دول عربية، الإمارات وسواهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، وسننتظر القمة العربية والبيان الختامي الذي سيصدر. راح أحكي بعد شوي عن القمة العربية وبعض المقترحات التي تخص هذه القمة، ولكن قبل يعني نحن شفنا أنه السفير السعودي أهدى الدكتور سمير جعجع عباءة سعودية، يعني هذا إذا بدك كيف فينا نقرأ؟ هل السعودية سحبت إيدها من السنة في لبنان وأعطت هذا المجال إلى المسيحيين المعارضين لحزب الله؟ لا، أنا أرى أن ليس هناك في هذه المرحلة، ما ألمسه من خلال المواكبة والمتابعة الإعلام، ليس هناك من حملات حزب الله على السعودية والسعودية لم تهاجم حزب صحيح. الله قد يكون هناك قطيعة، قد يكون خلاف. بالأمس شاهدنا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في الإمارات، البعض اعتبرها زيارة من أجل موقوفين، قد تكون لذلك، إنما شخصية على مستوى وفيق صفا الحاج وفيق صفا تزور الإمارات فهي ظاهرة لافتة. كان بالإمكان أن يقوم ضابط بأي سلك عسكري من القوى الأمنية اللبنانية بزيارة الإمارات لهذا الغرض، لكن زيارة الحاج وفيق صفا حملت أكثر من دلالة في هذه المرحلة بالذات، لذلك لا أرى أن السعودية تتدخل في هذه المسائل أو دولة خليجية أخرى. لأنه عم نحكي بهذا السياق، اليوم في تقارب إذا بدك سنة شيعة بالمنطقة وليس فقط بلبنان. التقارب السعودي الإيراني ترك تداعيات جد إيجابية على صعيد الاستقرار في الخليج وفي المنطقة وتحديدا في لبنان. وزيارة يعني كيف تقرأ زيارة السفير السعودي بالعراق لما قام إمام حسين؟ كانت زيارة نادرة. السفير العراقي. كمان هذه تلك الزيارة أيضا تدخل في إطار هذا التقارب ويبنى عليها كثيرا. هذا ما يؤكد على الاستقرار في كل الدول العربية، وبالتالي ليس هناك من أي حديث أو تحريض على سني شيعي شيعي سني. هذه الأمور هناك مقاومة شيعية، هناك مقاومة سنية، العدو واحد هو العدو الإسرائيلي. القمة العربية كيف بتشوفها حتأثر على مجريات الحرب بغزة؟ أكيد هناك ما علمته أن الوفد اللبناني هذه القمة أول هي الأساس هي حرب غزة، وبالتالي أن يكون هناك موقف حازم وحاسم تجاه إدانة إسرائيل، وبالتالي الضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية. ما علمته أن الفقرة ستكون شديدة اللهجة، وبالتالي اللجنة التي تابعت أعمال قمة جدة أيضا ستضع الجميع في على ضوء ما توصلت له، وبدأنا نرى ضغوطات أمريكية تمارس على إسرائيل. الموقف الأمريكي ليس كما كان بعد عملية 7 أكتوبر عندما أقيم جسر جوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم إسرائيل، وإلا كان انتهى وجود إسرائيل. ناهيك إلى أن أيضا هناك موقف أوروبي مغاير عما كان عليه أيضا قبل عملية أو بعد عملية 7 أكتوبر. لذلك هناك ضغوطات أمريكية، لكن بالمحصلة واشنطن لم تتخلى عن إسرائيل، هي تترك لها قبة باط في كل عملياتها. تاريخيا إسرائيل يعني هي التي تمون على واشنطن وليست الولايات المتحدة تمون على إسرائيل. وبمعنى أوضح هناك لوبي يهودي متشدد يمسك بالاقتصاد الأمريكي والأوروبي والعالمي، إضافة لذلك هناك انتخابات رئاسية أمريكية والجميع يريد الصوت اليهودي أكان بايدن أو ترامب. إنما القمة العربية قمة استثنائية في هذه المرحلة، نتمنى أن تكون على الأمال المعقودة عليها وهي متشعبة. الأساس هو وقف الحرب وإجبار الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل، والحديث هو عينه سيكون التشدد على الدولتين، لا تطبيع، لا أي قرار، أي معطى سياسي أو دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تطبيع مع إسرائيل قبل الوصول إلى حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من غزة وإطلاق الرهائن والأسرى وإعادة أعمار غزة.
أما الأساس بالنسبة أما بالنسبة إلى لبنان سيكون هناك بند حول موضوع النازحين ودعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا سبق أعمال هذه القمة لقاء لافت للخماسية في السفارة الأمريكية. رح أضطر بعد شوي أيضا للخماسية، ولكن يحكى عن مقترحات تحاكي أنه يكون في قوات أممية أو عربية داخل فلسطين المحتلة أو في غزة. قديش هذه القصص منطقية؟ وهل العرب يوافق أنه يكون في قوات عربية بتنسيق إسرائيل؟ لا أعتقد أنه حتى الساعة ليس هناك ما يشيب هذه ربما أخبار وربما اقتراحات. ما سمعتها أيضا أن البعض يدعو على السلطة الفلسطينية لتتسلم قطاع غزة، وأيضا عاد التنسيق بين فتح وحماس بعد خلافات بين الطرفين على خلفية إقدام رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بتشكيل حكومة واستبعاد حماس، خلافا للاتفاق الذي عقد في موسكو بين الطرفين الحمساوي والفتحاوي. أما بالنسبة للانتشار القوى ذلك من المبكر الخوض به قبل الوصول إلى هدنة، ربما تكون هناك قوات عربية ومن الأمم المتحدة، لكن لا يجب أن يتم التنسيق مع إسرائيل في هذا الإطار على الأطلاق، وهذا أستبعده. بهذا الحالة كيف ستتصرف الدول العربية؟ الدول العربية واضحة بأن تنسحب إسرائيل وتعود الأمور لما قبل هذا الاجتياح لغزة، ومن ثم وقف العمليات برفح وإدخال المساعدات لأهالي غزة. أما بالنسبة لانتشار القوات العربية أو الدولية وسواها هذا من المبكر الخوض. بالحديث عن رفح، في تقرير لصحيفة ذا هيل الأمريكية على ما أعتقد يقول أنه رفح هي الخط الأحمر بالنسبة لبايدن. هل هي الخط الأحمر فعلا بالنسبة لبايدن؟ لماذا؟ لأن هناك في الأيام الماضية ما علمته أن أكثر من اتصال جرى بين المسؤولين المصريين وفي تعاطيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين الأمريكيين يهددون بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو اتخاذ إجراءات حاسمة ومواقف لن تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية إذا قامت إسرائيل باجتياح رفح. ولو بعدها؟ حتى الساعة يقال أن إسرائيل متخذة هذا القرار. سننتظر ونترقب. باعتقادي أعود وأكرر لك، اللعبة مفتوحة على كل الاحتمالات، وليس بوسعنا أن نحلل أو نحدد ماذا سيحصل في الأيام القادمة، إنما حتى الآن مؤكده الأيام الآتية صعبة، العمليات تتنامى، حماس عادت تقوم بعمليات من داخل غزة وهذه علامة فارقة، إضافة إلى التصعيد على الحدود الشمالية، وحزب الله يسجل إصابات كبيرة في صفوف جيش العدو الإسرائيلي، وإسرائيل توسع رقعة عملياتها، وما حصل في البقاع على دليل أن الأمور متجهة باتجاه آخر. قلت لي قبل شوي أن أمريكا طول بترك الضباط للإسرائيلي. طبيعي، هذا تاريخ الولايات المتحدة. نعم. مع إسرائيل في كل الحروب. نعم، في حال دخل رفح هل حيترك له الضباط أيضا ولا خلص حتكون حتى الآن حسن. ما أعتقده أن بايدن متشدد في هذه الناحية بعدم أعطاء الضوء الأخضر. أيضا ما علمته أيضا أن الموفد الأمريكي هاموس أوكشتاين يقول لبعض المسؤولين اللبنانيين بأنه لا ضوء أخضر أمريكي للحرب أكان على لبنان أو في رفح. شو نقطة الأمريكي لكن لا يلجم إسرائيل؟ المفاوضات مستمرة، ولا ننسى أن هناك انتخابات رئاسية أمريكية. صح. الاتصالات مستمرة، إما حتى الساعة ليس هناك من شيء محسوب. في انتخابات أمريكية رئاسية، ولكن هل نتنياهو إذا بدك يبدي مصلحة الأمريكان على مصلحته الشخصية؟ الإسرائيلي أكيد مصلحته الشخصية، ولا ننسى أن في إسرائيل شخص مجنون اسمه نتنياهو. في صحيح. هذا الجنون إلى أين سيؤدي لا أحد يدري للأسف. يعني الاحتمالات مفتوحة على كل الاحتمالات، ميدانيا سياسيا سنترقب الأسابيع القليلة المقبلة أو الأيام القادمة ستوضح مسار كل هذه التطورات. بدي أطرق شوي أرجع للداخل لبنان. نعم. وملف النزوح السوري. صحيح. امبارح شهدنا جلسة وكان جلسة نوعا ما حامية شوي بعض المواقف. شو رأيك بهذه الجلسة وكيف بتأثر على ملف النزوح السوري؟ هذه الجلسة كانت إذا صح التعبير مدوزنة تحت سقف رعاية رئيس مجلس النواب أستاذ نبيل بري، بمعنى كان ضبط، هناك ضبط إيقاع، بدليل البعض كان يتخوف من أن تكون تفجيرية خصوصا بوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلا أن مجرى الاتصالات بين رئيس المجلس وكل الكتل النيابية أدى إلى الوصول والتوافق على هذه الاقتراحات أو التوصية التي صدرت. وبالتالي موضوع النازحين ليس داخلي فحسب، بأنه له شق خارجي، بمعنى بحاجة إلى توافق دولي من أجل أن يعود هؤلاء إلى ديارهم.
وبصراحة الأمن العام يقوم بدور مفصلي كبير برئاسة مديره العام بالإنابة اللواء الياس البيصري، الذي وبعيدا عن الاستحقاق الرئاسي كونه مرشح أساسي لا يتعاطى في هذه المسألة، بل يقوم بدوره في الأمن العام على أكمل وجه. التهريب توقف جزئيا، الدخول الغير الشرعي، هناك إقفال المحال التجارية في كل مناطق اللبنانية، ما يقوم به الأمن العام حرك المياه الراكدة، وبالتالي هناك أيضا توافق حصل أدى إلى هذا الهدوء من خلال وحرك مسار النفع النازحين، إن من خلال لقاء بكيركي، وهنا قال لي عندما سألته عن أن البعض اعتبر أن هذا اللقاء اعتبره البعض طائفي، قال لي رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان محامي الأستاذ بولكن عام المقرب جدا من البطريرك مارك شربت الصراعي بأن اللقاء لم يكن طائفيا ومذهبيا، شاركت فيه شخصيات من كل الطوائف، والبطريرك يتعاطى من خلاله من منطلق وطني، وهو استقبل اللواء البيصري والتقى به ويلتقي بكل القوى السياسية، وبكركي ستتحرك باتجاه كل المحافل الدولية والأممية لهذا الغرض، إضافة إلى جلسة مجلس النواب التي كانت متوافق عليها بالنسبة لملف النازحين، وصولا إلى مؤتمر بروكسل المرتقب. لذلك كل هذه العناوين حركت ملف النازحين. إنما لأكون صريحا وواقعيا، حتى الآن الأوروبيين لا يريدون عودة النازحين إلى ديارهم خوفا من أن يأتوا إليهم، ولهذه الغاية الاتصالات جارية من قبل الفرنسيين للضغط على المفوضية الأوروبية بأن تصل المساعدات للنازحين السوريين ليس في لبنان بل إلى سوريا في حال عدو اليومين. شفنا كذا موقف بجلسة مبارح لمن عارض ما طرحه سماحة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. لقد حشر المفوضية الأوروبية في هذه المسألة. ومواقف أخرى تقول بأنه سوريا لا تريد عودة النازحين. بدي أخذ منك تعليق على هالموقفين، وشو رأيك بما طرحه؟ أولا ضغط على الأوروبيين، إذا لم تريدوا دعمهم في سوريا سنرسلهم إليكم، سنفتح أبواب. ومن ثم حشرهم في منطقة نقطة أخرى وأساسية عندما قال ارفعوا العقوبات عن سوريا من خلال قانون قيصر، هذا بدوره أيضا يدفعهم إلى دعم عودتهم إلى سوريا على أن ترفع العقوبات عن سوريا. لذلك كان هذا الموقف مدروس وموزون وحرك المياه الراكدة، يعني حشر الأوروبيين والمجتمع الدولي، تريدون عودتهم تفضلوا برفع العقوبات عن سوريا كي يعودوا وتنطلق مسيرة الإمام العمار، وصل المساعدات إلى سوريا وإلا البحر مفتوح وسيذهبون إليكم. يعني هي عصفورين بحجر واحد إذا بدك. عصفير. طيب إذا بدنا نحكي كمان عن جلسة مبارح، سوريا تريد العودة، عودة النازحين إليها؟ في حال يقال في حال تم رفع العقوبات وتم إيصال المساعدات إلى سوريا، لأن سوريا لا زالت بحاجة إلى مساعدات، لا ننسى أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جدا، وبالتالي بحاجة لإعادة أعمار البنى التحتية وسواها، ولا ننسى أنه على هامش مؤتمر القمة العربية في المنامة سيكون هناك لقاء بين الوفدين اللبناني والسوري، ولأول مرة بين الرئيس مجلس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، وهذا يبنى عليه، لأنه لا يمكن، لنكون منطقيين وواقعيين، لا يمكن عودة السوريين إلى بلدهم إلا من خلال تنسيق بين الحكومتين. صحيح. هذا ما كان يجب أن يحصل منذ فترة، إنما المزايدات من بعض الأطراف في لبنان لأحقاد وسوى ذلك أدت إلى ما أدت إليه، وهؤلاء كان لهم دور في مساهمة في وصول أعداد كبيرة من النازحين خلال الحرب السورية. من هذا المنطلق هذا التنسيق واللقاء المتوقع بين الرئيس ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء السوري يلعب دوره ويفتح الأفاق للتواصل والتنسيق. حتى الآن يعني ما في قرار سياسي، ماذا هي؟ نعم يعني حتى الآن هذا الملف شائك، إضافة إلى وجلسة الأمس، يعني البعض طلب بجلسة الأمس في مجلس النواب من خلال هذه المشاركة بأن ينتخب الرئيس، طالما كان هناك إجماع وتوافق لماذا لا يجتمع المجلس وينتخب الرئيس؟ ذلك أيضا بحاجة إلى توافق دولي وقرار دولي كبير عندما تأتي اللحظة الدولية الإقليمية المؤاتية لهذا الغرض. يعني عم نقول اليوم أنه دخل لبنان ما له دور، يعني إذا من يقرأ منذ الاستقلال إلى اليوم لم ينتخب رئيس إلا بقرار دولي. صح. وهذه بصراحة تقليد سياسي أضحى. الهجرة الموسمية اللي دعا إليها الرئيس ميقاتي كيف بتشوفها؟
يعني هذه انه قصد انه خلق فرص عمل للطلاب للشباب كقطاف العنب في فرنسا او الواين بايطاليا بفرنسا صناعته الى امور كثيره، انما جاءت في سياق حديث لا يسمن ولا يغني في هذه المرحله وانتهى عند هذا الحد. ملف الرئاسي، ختاما بالملف الرئاسي، شو اخر مستجدات لقاء السفاره الامريكيه؟ كان لافتا، انما لا شيء جديد، ان نحن نلعب الوقت الضائع. هناك سلسله زيارات لمسؤولين لبنانيين الى قطر، السعوديه دورها مستمر، لن تترك لبنان، كل اللجنه الخماسيه تتحرك. ما علمته عن لقاء السفاره الامريكيه كان تقييميا، وهناك لقاءات ستحصل بين اللجنه وشخصيات سياسيه وروحيه، وفي طلعتهم رئيس مجلس النواب لإعادة تحريك المياه الراكدة عطفا على مبادرة كتلة الاعتدال الوطني، وهذه مبادرة لبنانية وطنية تقدر. وقال لي أحد أعضائها البارزين النائب الأستاذ وليد البعريني بما معناه: لا نريد مناصب لا وزارية ولا سياسية، نريد انتخاب الرئيس قبل خراب الوصرة، بمعنى الوضع الاقتصادي متردي، إذا لم ينتخب الرئيس سنصل إلى كارثة. وكان هناك لقاء تقييمي لكتلة الاعتدال الوطني، وضعت آلية جديدة ستظهر تباعا خلال تحرك نواب الكتلة في وقت قريب. أما بالنسبة لانتخاب الرئيس، ذلك بحاجة إلى الوقت المناسب. لا شك أن حرب غزة وما يجري في الجنوب أخر هذا الاستحقاق الأولوية لهذه الحرب، لكن قد يتم تمرير انتخاب الرئيس، وهذا ما ينقل عن رئيس نبي بري إذا حصل توافق. اللجنة لم تدخل في الأسماء بل في الآليات والمقربات. حتى الساعة لنكون واقعيين، قائد دجاج ذهب إلى قطر، هو مرشح أساسي، اللواء بيسري مرشح أساسي أيضا، وكذلك النائب نعمت فريم والنائب الدكتور فريد البستاني. ولا ننسى أن كل من الأستاذ نعمت فريم والبستاني لهم خبرة مالية واقتصادية، فيما قائد الجيش واللواء البيسري خبرتهم الأمنية، وأيضا مقبول اللواء البيسري من كل الأطراف على خلفية دوري بالأمن العام. لذلك هذه الأسماء المطروحة إنما ليس المشكلة بالاسم، بل المشكلة عندما تحن الساحة الدولية الإقليمية وتأتي بعض الفرص، بمعنى هدنة في غزة، الوصول إلى مفاوضات، عندها تأتي لحظة تمرير الاستحقاق الرئاسي. هل اليوم الحديث عن انتخاب رئيس جمهورية بظل هذه الأحداث القائمة بجنوب لبنان تستفز حزب الله؟ حزب الله، ومن خلال اللقاء الأخير الذي حصل مع بعض سفراء اللجنة الخماسية، أبدأ الحاج محمد رعد كل انفتاح وحوار من أجل هذه الغاية. أكيد حزب الله يوم انتخاب رئيس، لا أعتقد أنها تستفز حزب الله، لا أعتقد. لا ننسى أن حزب الله والثنائي، وهذه مسألة أساسية لابد أن نشيرها، لا زال متمسكا بالنائب السابق سليمان الفرنجي، إنما من الطبيعي انتخابه بحاجة إلى تسوية. في هناك نظرية تقول مطروحة بالشارع أنه حزب الله قد يتخلى عن تمسكه بالوزير الفرنجية ويؤيد المرشح اللي بدأ قطر ربطا بإعادة إعمار الجنوب. هناك أمور كثيرة تطرح، لا أعتقد أننا في ظل هذه المقاربات والمقيدات حتى الآن الأهم هو أن تنتخب رئيس، والأسماء التي أشرت إليها هي أسماء مرشحة ومطروحة بشكل أساسي. إنما عندما يكون هناك توافق دولي وداخلي لم تعد مشكلة الاسم. اليوم الخماسية تنسق مع إيران؟ من الطبيعي لن يأتي رئيس للجمهورية في لبنان بمعزل عن إيران، باعتبار إيران حليف أساسي لحزب الله ولاعب دولي وإقليمي في المنطقة، والتقارب السعودي الإيراني يسهل ذلك. وإيران علاقتها طيبة اليوم مع معظم دول الخليج وسيما الإمارات والسعودية، لذلك إيران لابد من التنسيق والتواصل معها، وهذا ما سبق وقامت به قطر وقامت به باريس في هذا السياق. بفترة من الفترات سمعنا أنه إيران قد تنضم للخماسية وتصير قيل 5+1، لا أعتقد ذلك، إنما المشاورات بين بعض أطراف الخماسية وإيران مستمرة، حتى حصلت سابقا لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لهذا الغرض. صحفي وجد العريضة، لهم بتكون خلصت حلقتنا، شكرا لك. يعطيك العافية.